السلام عليكم ورحمة الله، متتبعي قناة فلوغ وتاويل بيتي شانيل. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم واحد الجولة محل تيكا ماكس هنا في ألمانيا. سبق لي هدرت لكم على هذا المحل هذا ودرت لكم جولات منه، واليوم جبت لكم الجديد في الديكورات الأنيقة والراقية وبثمن مناسب كما العادة. منها تاخذوا فكرة على التوندونس والحاجات اللي خارجين الموضة من ناحية الألوان، من ناحية تنسيق الديكورات. الحاجات اللي غتاخدوهم من عندهم كونوا أكيدين ما غتندموش عليهم، لا من ناحية الجودة ولا الألوان ولا حتى الأثمنة، أيضا ما غتلقوهمش في بلايص أخرين. فمثلا بزاف ديال القطع غادي تلقوهم صوبين باليد ومرصعين بالفضة، كيكون عندهم واحد الثمن خاص بيهم. شوف تبارك الله على تناسق ديال الالوان كيفاش كيجي، خصوصا الناس اللي مقبلين انهم يبدلوا الديكور ديال الدار ديالهم او الصالون ديالهم او عاد سكنوا في دار جديده. فهاد المحل هذا غيعطيكم بزاف ديال الافكار. غنشارك معكم ايضا الجناح اللي خاص بالشموع، كاين واحد التشكيله اللي خطيره بزاف، يعني الشمعه ما تقدرش تشعلها، تشمها غير هكا كتكون الريحه ديالها قويه ومريحه بزاف. عجبوني عندهم ايضا لي كادر ديال الصور فنين، واحد ستيل خطير ما دايرش حصري عند تيكا ماكس، والثمن ديالو صادم جدا. ولا لاحظتوا معتمدين على الحاجات البسيطه كتعطي واحد الاناقه وواحد الجماليه احسن من داكشي اللي كيكون مشارجي والالوان اللي كيدوخوا ما كتمل منهم، بحال الديكورات واخا يبقاو عندك سنين عمرهم ما كيديمو ضو. فكبداتي ما بغيتش نطول عليكم بزاف الفيديو، نعطيكم غير مقتطفات من شنو جايبين. وعلى فكره راهم دايرين حتى الامكانيه اللي بغى يدير شوبينغ اونلاين، يمكن لكم تدخلوا في انترنت في الصفحه ديالهم وتختاروا شنو بغيتوا. واللي ما كيعرفش تيكا ماكس راه تبارك الله واحد المحل كيكون كبير بزاف، ما كتلقاوش في كل بلايص غير في المدن الكبيره، وكيكون غير مره واحده او لا جوج، ما كيكونوش بزاف ديال لي فيليال ديالو. بالنسبه لهنا في ميونشن كاينين ثلاثه ديال لي فيليال اللي كنعرف، كاين واحد في سونتر كوميرسيال بيب، كاين واحد في الاوتليت ديال ايردينغ، وهذا اللي كبير هو اللي صورت لكم منه، كاين ما بين شتاخوس وماريان بلاتس. فتبارك الله كبير بزاف وفيه ربعه ديال الطوابق، راه واخا تبقاو فيه حتى لخمسه ساعات ما تحسوش بالوقت، لان تالمون فيه شي حاجات اللي كيغريوكم وكتبقاو تبغيو تكتشفوا فما كتحسوش بالوقت. شوفوا تبارك الله بحال هاد الفوتو فور ما شاء الله لا كلاس. ومن غير الديكورات عندهم بزاف ديال الحاجات كل طبق وشنو غتلقاو فيه. فإلا بغيتو ندير لكم كل مره جوله على الجناح تاخذوا فكره عليه مرحبا والف مرحبا. كنتمنى احبابي هذا الفيديو يكون عجبكم والديكورات اللي فيه، خليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق، شاركوا الفيديو فضلا وليس امرا مع الاصدقاء ديالكم، ونقول لكم تهلاو لي فراسكم للفيديو الجاي ان شاء الله. سلامه.